أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة. ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله بقصر الاتحادية بالرئيس الضيف في بلده الثاني مصر مشددا على أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية. تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا واتفقنا على اهميه العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزياده الاستثمارات المتبادله ومساهمه الشركات المصريه في جهود التنميه الاقتصاديه في جيبوتي وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفتره المقبله واكدنا على ضروره الدفع قدما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط المواني وتبعنا الجهود الرامية إلى تسير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي. إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحه الفكر المتطرف وتاهيل الدعاء عبر نشر قيم الاسلام الوسطيه من خلال المؤسسات الدينيه العريقه بالبلدين وعلى راسها الازهر الشريف